الكريم، كل عام وانتم جميعا بخير. احنا بنتكلم النهاردة عن احنا اتعلمنا ايه من اساتذتنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا ويطول في عمر اللي عايشين منهم. في بداية المهنة استاذي الله يرحمه الاستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب المحامي بالنقط، اتعلمت منه حاجة بحكم ان انا كنت بسأل كتير في البداية. كان التنبيه الاساسي ان انا لازم الموضوع اللي يجي لي انا نفسي اللي ابدأ ان انا اقرأ فيه واطلع فيه وكون فكرة، وبعد ما الفكرة تكتمل عندي يكون على القلب موجود عندي الاساس، ابدأ ان انا اسأل وابدأ ان انا اعرف. لما اسأل في البداية هعرف من اي حد بسأله متخصص او غير متخصص العموميات، لكن لما انا هكون فكره واسال بعد كده هتبقى السؤال بتاعي عن فهم اللي اعرفه هيكون اضافه فعلا ومن حد متخصص وهيكون الفايده ليا اكبر. تاني نصيحه، لما تجيلك دعوه المفروض ان الدعوه الجنائيه دي بتجيلك جاهزه، ما بتتعبش فيها، محضر معمول وانت بتقراها ما بتجهزهاش. الدعوه المدنيه هي اللي انت بتقعد مع الموكل بتاعك، مواد القانون كتير وانت ممكن تكيف دعوتك على، يعني الدعوه المدنيه مثلا في حاله وجود تقصير ممكن انها تتكيف على كذا وجه، ممكن تكيف انها فسخ مع التعويض، ممكن اطلب الالزام مع تعويض عن التاخير في التنفيذ، ممكن ان انا اطعن في السند نفسه، حاجات كتير. بشوف ايه اللي انسب للموكل بتاعي. يعني مثلا نزاع على منقول عربيه اتباعت والراجل ما وفاش، هل هنا من مصلحة الموكل ان انا اطلب فسخ العقد ويرجع لي العربية؟ ده منقول بيستهلك وهيكون هلك، يبقى هو استفاد بيها وانا هترجع لي بعد ما اكون هو استفاد بيها. في ساعات تعويض، لكن الافضل في الحالة دي ان انا اطلب القيمة واطلب تعويض عن عدم التنفيذ، ده هيكون افضل، بعكس ما يكون عقار وهو ما وفاش، عقار هكون قيمته زادت، لا انا ممكن ساعتها ارجع له المبلغ والعقار يرجع لي او اكون وجدت مشتري افضل. فدايما بنشوف الانسب لينا من مواد القانون ايه. ثالث نصيحه بننصح بيها الزملاء، ما تستعجلش في البدايه وتسعى للتخصص في فرع معين، لازم تقرا في جميع الفروع كلها مره واحده وتكون فكره، يكون عندك اساس وخلفيه عن كل الفروع، لان ده هيؤدي بعد فتره لحاجه مهمه قوي، ان ممكن حل قضيه جنائيه انت تلاقيه في قضيه تانية غير جنائيه مدني مثلا، ممكن قاعده في الاثبات استفيد بيها في مدني في اي فرع تاني. فدايما الفروع كلها زي ما بيقولوا منفذه على بعضها، ما تسعاش للتخصص، وغالبا اللي بيحصل ان التخصص هو اللي بيفرض نفسه عليك. لو اتعلمت ان انت تقرا في كل فرع وفي كل قضيه تجيلك بحالتها هتنجح مع الوقت، هتلاقي نوعيه القضيه دي هي اللي فرضت نفسها عليك حكم ان انت نجحت فيها، مش ان انا اسعى للتخصص في فرع معين. صحيح ان كل قاعده ليها استثناءات، لكن هو دوه الاساس. وبننصح الزملاء دايما ان يحاول يقرا ويكون حصيله، مش مجرد ان انا اجري واكتب السؤال على النت، اكتبه حتى بس بعد ما اكون انا قريت وكونت فكره. وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.